أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سأقدم لكم نظرة عامة عن توزيعة أوبونتو. هذا الدرس سيكون إذن بمثابة حافز أو تحفيز لمن يريد تثبيت هذه التوزيعة ولم يتشجع لذلك بعد، ويمكن أن يكون أيضا دليلا سريعا لما ثبتها وليدري كيفية التعامل معها ومع برامجها. إذن أول ما ندخل لتوزيعة أوبونتو نجد أمامنا سطح المكتب. أنا غيرت الخلفية. تغيير الخلفية يمكن عن طريق الضغط يمين على مكان فارغ في سطح المكتب واختيار غير خلفية سطح المكتب. تظهر لنا مجموعة من الخلفيات تأتي متاحة بدئيا مع توزيعة أوبونتو. يمكن اختيار أحدها أو يمكن اختيار خلفية من جهازنا عن طريق الضغط على علامة الزائد. إذن أعود لسطح المكتب. هو مكون أساسا من عنصرين. على اليسار نجد قائمة نسميها بقائمة المشغلات، هي تضم مشغلات البرامج المفضلة والبرامج قيد الاستعمال. نميز البرامج قيد الاستعمال عن طريق هذه الأسهم على يسارها، والبرنامج المستعمل حاليا يكون له سهم على اليسار. العريضة العليا هنا نجد قائمة البرنامج أو النافذة المستعملة حاليا، وعلى اليمين نجد ما يسمى ب المؤشرات أو شريط التنبيهات، يمكن أن نسميه أيضا شريط التنبيهات. بمؤشر اللغة، الرسائل سواء كانت التواصل الاجتماعي أو الدردشة، مؤشر البطارية، الشبكة، الصوت، التاريخ، المستخدمين، وهنا إعدادات النظام سأعود لها فيما بعد. إذن أعود لقائمة المشغلات. قلت أنها تحتوي على مشغلات البرامج المفضلة وأيضا البرامج قيد الاستعمال، لكن أهم مشغل موجود بها هو مشغل اللوحة الرئيسية. أضغط عليه أو أضغط على زر سابر الذي هو افتراضيا زر الويندوز من لوحة المفاتيح، فتفتح لي اللوحة الرئيسية. من اللوحة الرئيسية يمكن عن طريق البحث الوصول لأي برنامج مثبت على جهازنا أو أي ملف. مثلا لو بحثت عن جيمب فأبدأ بكتابة الكلمة التي أبحث عنها فتبدأ النتائج بظهور. أضغط على جيمب فيفتح البرنامج. لكن مشكلة المبتدئ على توزيعات لينكس أنه لا يعرف أسماء البرامج. يعني كيف سيصل لبرنامج وهو لا يعرف اسمه؟ هنا أسفل اللوحة الرئيسية نجد ما يسمى بالعدسات. افتراضيا حين نفتح اللوحة الرئيسية تفتح لنا العدسة الرئيسية، يمكن الوصول منها إلى أي شيء، ملفات، برامج أو إعدادات. هناك اللوحة الخاصة بتطبيقات، فيها يمكن الوصول للبرامج المثبتة. وهنا على يمين اللوحة نجد ما يسمى بالترشيحات، أي فئات البرامج. إذن كما قلت، كيف أعرف البرامج المثبتة على توزيعة أوبونتو؟ افتراضيا التوزيعة تأتي بمجموعة مهمة من البرامج، أهم ما يمكن أن يستخدمه أو يحتاجه مستخدم عادي. إذن أنا أفترض أنه لم نستخدم أي برنامج مؤخرا، إذن فأدخل على البرامج المثبتة. هنا أضغط على أعرض نتائج أكثر فتظهر لي نتائج أو البرامج المثبتة على جهازي. أنا ثبت برامج إضافية. إذن مثلا لو أردت معرفة فقط برامج المختصة في الأنترنت، أختار هنا أنترنت فتظهر لي هنا البرامج المختصة في الأنترنت المثبتة، صفحات، برامج الشات، برامج خاصة بالتواصل الاجتماعي أو تورنت. مثلا لو أردت معرفة برامج مختصة في التصميم، جيمب، إنكسكايب وما غيرها، افتراضيا تظهر جميع البرامج. إذن من هنا يمكن الوصول للبرامج. فقط إما أبحث فيتظهر لي النتائج وأختار النتيجة التي أريد، أو أدخل هنا لقائمة أو عدسة البرامج وأختار إلى أي فئة أو في أي فئة أريد البحث أو رؤية البرامج المثبتة افتراضيا. لكن هل هذه كل البرامج المتوفرة في أوبونتو وهذا ما لدينا؟ لا، يمكن تثبيت برامج أخرى. هنا سيتساءل البعض كيف؟ التثبيت يكون عن طريق مركز برمجيات أوبونتو، هو موجود في قائمة المشغلات، ندخل عليه. إذن مركز برمجيات أوبونتو يلعب دور وسيط، بدل أن يقوم المستخدم بالبحث في الأنترنت وتحميل برنامج ما ثم تثبيته،
من مركز برمجيات أوبونتو يمكن البحث وتثبيت أي برنامج نريد دون الحاجة للبحث عنه يدويا في الإنترنت. إذا حين نفتح مركز برمجيات أوبونتو نلاحظ أنه يتكون من قائمة لفئات البرامج، برامج جديدة وأهم البرامج أو البرامج الأكثر شعبية. طيب أنا أريد مثلا أن أثبت برنامج VLC. ألاحظ أنه موجود هنا لكن أفترض أني لم أره. أبحث عن VLC أو عفوا باللغة الإنجليزية VLC، تظهر لي هنا النتيجة. إذا إما أثبته مباشرة بالضغط على ثبت، أو أريد أن أعرف معلومات أكثر عنه أضغط على المزيد من المعلومات فتفتح لي صفحة VLC في مركز برمجيات أوبونتو. أجد فيها وصف للبرنامج، رابط لموقعه، صور له، يمكن الضغط على أحدها لرؤيتها بحجم أكبر. أجد به ملحقات يمكن تثبيتها أيضا مع البرامج، وأجد به أيضا نوع النسخة وما إلى ذلك، ويمكن أيضا قراءة تعليقات مستخدمي ذاك البرنامج. مثلا هنا، إذا لو كان برنامج جديد لا أعرفه يمكن أن أستفيد من قراءة التعليقات والتقييمات. مثلا هنا ألاحظ أنه هناك 762 تقييم كلها 5، يعني بمجموع 5، فأضغط على ثبت. أفترض أني لا أعرف اسم البرنامج لكني أريد أن أثبت قارئ فيديوهات، أدخل على فئة صوت وفيديو، هنا أفضل أن أعرض النتائج على حسب التقييم، أكثر تقييما أولا. هنا تظهر لي النتائج، مثلا أجد VLC، أجد برامج عديدة، مثلا أريد تثبيت برنامج VLC، أضغط على ثبت. يجب أن أدخل كلمة السر الخاصة بي فيبدأ التثبيت. يبدأ التثبيت هنا، بعد يكمل التثبيت لن يأخذ وقتا طويلا على ما يبدو على حسب سرعة الانترنت. طيب تم التثبيت الآن. لو أردت حذفه أدخل بنفس الطريقة وأضغط على أزل. البرامج المثبتة تكون أمام هذه العلامة الخضراء فيها ذاك الرمز. إذن كيف أفتح برنامج فيلس؟ أعرف أنه برنامج فيلس، أضغط فأفتح، هو برنامج. أو كما قلت لا أعرف اسم البرنامج رغم أني الآن ثبته، يعني أني أعرف اسمه، أنتقل إلى ميديا فأجده هنا. طيب كان هذا فيما يخص البرامج. التثبيت عن طريق مركز برمجيات أوبونتو يستوجب وجود اتصال بالإنترنت، لكن من لا ليس له اتصال بالإنترنت يمكنه أيضا تحميل برامج يدوية من طريق الإنترنت. لن أدخل في هذا الدرس لأني أعتبر ذلك من التفاصيل. في الرابط الذي سأضع لكم في وصف الفيديو على اليوتيوب ستجدون كيفية تحميل البرامج أيضا من الإنترنت. إذن الآن بعد الحديث عن البرامج أتنقل لإعدادات النظام. من هنا أدخل لإعدادات النظام أو هنا في قائمة المشغلات. أهم الإعدادات سأمر فقط على أهم الإعدادات التي يمكن أن يريد أن يغيرها المبتدئ أو المستخدم المبتدئ. أولا أدخل على Keyboard Layout لإضافة لغات إدخال للوحة المفاتيح. هنا أجد اللغات التي أضفت، يمكن أن أضيف مثلا اللغة فرنسية French، أضيف فتنضاف. إذن يمكن الآن هنا تنضاف مؤشر اللغات، يمكن التنقل بينها من هنا، أو يمكن الدخول للخيارات وهنا نجد Keys to change layout، يعني أزرار، تجميع الأزرار للتنقل بين اللغات، فأختار مثلا Alt زائد Shift كما على الويندوز. بالتالي من هنا نلاحظ أني لو ضغطت على Alt زائد Shift تتغير اللغة. شيء آخر مهم يمكن للبعض أن يجده مهم هو أني حين أختار مثلا عندي اللغة العربية هنا يمكن أن أرى كيفية توزيع أحرف. هنا نوعا ما
تظهر بطريقة غريبة. يعني أستغل على نسخة مثلا هنا، مثلا تظهر كيفية توزيع أحرف اللغة العربية على لوحة المفاتيح. إذا كان هذا فيما يخص لغة الإدخال، يعني الكتابة، أكتب بلغة كذا وكذا من طريق لوحة المفاتيح. ماذا لو أردت تغيير لغة النظام كاملا؟ يمكن ذلك أيضا. أدخل على دعم اللغات، أنا مثلا أستعمل النظام باللغة العربية كما تلاحظون. إذا دعم اللغات، بدئيا تكون هناك لغات مثبتة، لكن لو أردت تثبيت لغة جديدة أدخل على ثبت حذف اللغات، أختار هنا ما هي اللغة التي أريد. العربية مثلا ستكون إنجليزية، ستكون أسفل، نعم مثلا هنا أعلم على التثبيت وأضغط على تطبيق التغييرات. بعد تثبيت اللغة أعود هنا وأقوم باختيار اللغة التي سأريد أو التي أريد أن أستعمل بها نظامي. مثلا هنا أستخدم النظام باللغة العربية، لو أردت استخدامه باللغة الإنجليزية أقوم فقط بجر الإنجليزية للمرتبة أو للمرتبة الأولى كما هنا، وأعيد الدخول للجلسة، أخرج من الجلسة وأعيد، فيصبح نظامي كاملا باللغة الإنجليزية، ليس فقط النظام وإنما أيضا البرامج. مثلا أنا أستخدم هنا فايرفوكس، بما أني أستخدم النظام باللغة العربية ففايرفوكس أيضا باللغة العربية، باقي البرامج أيضا لو استعملته باللغة الإنجليزية أيضا البرامج ستكون باللغة الإنجليزية. إذن هذه طريقة تثبيت اللغات، هي أيضا تتطلب وجود تظهر بالأندرويد. المظهر كما رأينا يمكن اختيار خلفيات من الخلفيات المتاحة من توزيع أوبونتو، وأيضا يمكن اختيار خلفيات عن طريق الضغط على علامة الزائد واختيارها من جهاز خلفية خاصة. طيب ماذا أيضا في الإعدادات؟ للإعدادات الآن الصوت، يمكن اختيار المخرج لو كان لدينا عدة مخارج للصوت، المدخل للتسجيل مثلا أنا أسجل عن طريق ميكروفون خارجي، مؤثرات صوتية، أنا هناك عدة مؤثرات هي خاصة بنظام التشغيل عند رسالة الخطأ وما إلى ذلك، هنا التطبيقات التي تستعمل الصوت. أخرى هي مشغلات إضافية خاصة ب كروت الشاشة، من له كرت شاشة لم يعرف به مشاكل يمكن الدخول لمشغلات إضافية، يمكن أن يجد تعريفات ذات ملكية ويقوم بتفعيلها فيكون مظهر جهازه أحسن. مثلا هنا أنا لم أفعل أي تعريف ذات ملكية، يمكن لمن يريد أن يفعل تعريفات كروت الشاشة لو كان له مشكل في جهازه متعلق بتأثيرات ثلاثية الأبعاد أو ما إلى ذلك. إعدادات أخرى مهمة أجد وهي حساب المستخدمين، لمن أراد أن يضيف مستخدم جديد للحساب، لو كان لكم جهاز عائلي تستخدمه أكثر من شخص يمكن أن تستخدموا أكثر من حساب. أولا أضغط على فتح لي لأن يجب أن أدخل كلمة السر دائما. هنا يمكن الضغط على زائد واختيار إنشاء حساب جديد، هذه أيضا تفاصيل سأضع لكم رابط لكيفية إدارة المستخدمين أيضا في وصف الفيديو. ماذا أيضا؟ أعتقد هذا كل ما كان ما كنت أريد أن أتكلم عنه في إعدادات النظام. تحديث النظام والبرامج يكون عن طريق الدخول على مدير التحديثات، بدئيا هو يظهر تنبيهات في حال وجود تحديثات جديدة، والتحديثات تهم النظام والبرامج أيضا. هنا يمكن الضغط على التمس، ثم حين تظهر تثبيتات هنا نضغط فقط على ثبت التحديثات، نطالب بكلمة السر. لو أردنا الخروج من الجلسة
أو إطفاء الجهاز عن طريق هذه عن طريق قائمة إعدادات النظام. أعود للحديث أخيرا عن تصفح الملفات. من هنا أدخل لمجلد المنزل. هذا البرنامج هو برنامج نوتيلوس وهو متصفح نوتيلوس وهو متصفح الملفات الرسمي لأوبونتو وأيضا لجميع التوزيعات التي تستخدم بيئة المكتب جنوم. يبدو بسيطا لكن فيه إمكانيات عديدة جدا. إذا أقوم بنظرة سريعة أو بنظرة عامة هنا أعلى نجد الأجهزة. الأجهزة هي ما نسميه بأجزاء القرص الصلب على الويندوز، هي ما كنا نسميه سي دي اي اف وما إلى ذلك. هنا لها أسماء، وإن لم يكن لها أسماء ستجدون حجمها هنا. إذا هنا تكون أجزاء القرص الصلب. هنا نجد مجلدات الخاصة بالمنزل، لكل مستخدم له ملفات خاصة به. هنا الشبكة. إذا التصفح، مثلا لو أردت تصفح هنا يمكن تغيير كيفية إظهار الملفات من طريق عرض، إما أيقونات هي بدئيا أيقونات، إما على شكل قوائم، وإما على شكل متضام. إن أرجع للشكل العادي هي أيقونات. يمكن تصفح ملفات بشكل عادي، الضغط مرتين التنقل، وهنا يمكن الرجوع لبرامج أو الملفات كما تعودنا ذلك أيضا على الويندوز. هنا رجوع للخلف أمام، ويمكن التحكم في عديد من التفضيلات هنا، إعدادات برنامج نوتيلوس، طريقة العرض. هناك العديد من الإعدادات. هناك شيء جيد أو مهم هو مثلا اللوحة الإضافية، قسم الشاشة على اثنين، ويمكن مثلا التنقل في شاشة ما، فقط جر عنصر من مكان إلى آخر سيكون أفضل لمن أراد مثلا النسخ من ملف إلى ملف ما. إذا برنامج نوتيلوس سيكون أيضا له درس خاص به، في إما كتابة على دورة لينكس الطريق لما وراء النوافذ، وأيضا إن شاء الله في القريب العاجل سيكون أيضا له درس مصور لأتكلم عن جميع خصائصه. ماذا تبقى إذن؟ يعني تحدثنا عن مكونات سطح المكتب، قائمة المشغلات، العريضة العليا، تحدثنا عن البرامج، تحدثنا عن أهم إعدادات النظام التي يمكن أن يحتاجها المستخدم العربي، تحدثنا أيضا عن كيفية التحديث ومتصفح الملفات نوتيلوس. كما قلت كانت نظرة عامة فقط. من يريد مزيد من التفاصيل سيكون هناك روابط أسفل أو في وصف الفيديو على اليوتيوب، روابط لمواضع كتابية من دورة لينكس الطريق لما وراء النوافذ، فيها تفاصيل أكثر بتدقيق بأمثلة بصور لما تحدثت عنه في هذا الدرس. ونلتقي إن شاء الله في درس قادم. إلى اللقاء.